سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وأنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأسقنا شربة من يده شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رحماك رحماك باليتامى والمساكين اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم من كان من آبائنا حيا اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فمتعه بالصحة والعافية
ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم من أراد وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده تدميره، ورنا فيه عجائب قدرتك. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم وفق المسلمين للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم من ابتلي من شبابنا بالانحراف، ومن ابتلي من شبابنا بالشبهات والشهوات وبالأفكار المنحرفة، اللهم فرده إليك ردا جميلا، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اهد فتياتنا ونسائنا، اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله